رئيس بالنيابه للمكتب المديري لجمعيات نادي الكوكب الرياضي مراكشي متعدد الانشطه. دونك هذا الحفل جاء في اطار البرنامج اللي سطراتو الجمعيه واللي هو تحتفل بالابطال تاعو وبالاطور تاعو وكذلك بالمسيرين تاعو. الحمد لله رغم الجائحه فاحنا كاينه نتائج، كاين نتائج اللي تحققت بالنسبه للجامعات اللي خدمات هذه السنه هذه، وكاين الجامعات اللي خدمات عن بعد مثلا بحال جامعه الشطرنج وبعض الجامعات الاخرين اللي هما حقوا معاهم الابطال تاعنا نتائج مهمه. وحنا اليوم راه تنحتفلوا بجوج الابطال لانه تم استدعاء باش يحضروا في معسكرات تاع الفريق الوطني وباش يشاركوا ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه. خالد تمام الناطق الرسمي باسم نادي الكوكب المراكشي لكره القدم، النائب الاول للرئيس. بخصوص اللقاء ديالكم في هذا الحفل اللي درتوه اليوم، كيفاش هذه بادره طيبه قام بها المكتب المديري متعدد الانشطه حقيقه، لانه هذه المناسبات قليل من الفرق المغربيه اللي كتقوم بها، ولكن معروف على الكوكب المراكشي تيقوم بهذا في هذه المناسبات تيكون ديما حاضر، والحمد لله كان الجو بديع وكان الجو رائع وكان جو اخوي بين جميع الفروع، وحنا جينا كضيوف الحمد لله وحظينا باستقبال رائع من طرف السيد الرئيس ومن طرف جميع الاعضاء ديال المكتب المديري متعدد الانشطه. كبروا بنا الله يجزيهم بخير، وبهذه المناسبه تنشكرهم وتنشكر جميع الاطقم اللي وقفت على هذا الحفل الشيق. وعاش المغرب وعاش المغرب وعاش المغرب من شماله الى جنوبه.